اليوم كانت مقابلة جميلة من هذا وكان كنا واخا كنا ان شاء الله كنا تنشوفوا انه في واحد الوقت في المباراة كان انه بامكان المنتخب المغربي يقتنص الهدف ديال الفوز، لكن للاسف التعادل تيبقى نتيجة ايجابية، لكن خصنا ولا بد اننا الفوز ديال امام بلجيكا، لانه ما يمكنش نقولوا انه راه المقابله الثالثه انه كندا غادي يكون منتخب ضعيف، وممكن لا كاس العالم ما فيهش منتخب ضعيف ولا منتخب قوي، خصنا نامنوا بالقدرات، خصنا نامنوا باللاعبين، عندنا لاعبين جيدين، واخا كان واحد شويه اليوم واحد شويه ضغط عند بعض اللاعبين اللي ما خلاهمش حتى واحد الاداء، لكن نتمنوا ديما المقابله الاولى تكون هكا، لكن ان شاء الله مع التجاوب ديالهم مع الاجواء ديال المونديال فراه ان شاء الله غادي نفوزوا وغادي نتاهلوا ولو النصف الثاني، بس لانه محتاجين نشرفوا حتى حنا يكون عندنا الدور ديالنا، محتاجين هاد اللاعبين هادو ديال هاد الوقت هذا عندهم قدرات باش اننا ندوزو حتى الربع، باش نكونوا واقعيين راه هاد اللاعبين اللي عندنا حاليا راه في هاد المونديال تاع قطر لاعبين واعرين وفرق اللي عالميه. صراحه الله حنا كنا فينا 3 بوان صراحه الله، واخا ماشي مشكل النقطه يقدر نضربوا بلجيكا ونضربوا كندا ونتاهلوا، هو اقوى فرقه في هذه المجموعه هذه صراحه الله. صراحه الله راه صعيب انك تعادل مع كرواتيا، راه هي المرشبه الثانيه ذاك في 2018، وصراحة الله راه شحال من فرصة ضيعنا خصوصا داك الزلزولي، باقي بروش في عقله، واش واحد باغي يبان وتيدير دوك الباصات ديال والو، ما كاينه معنى يحط ليا يجيب ليا هذاك سميتو رحيمي، بصراحة الله واخا انا ودادي يجيب ليا رحيمي كواير عليه، وعلاش خرج بوفالد في ديك الدقيقة؟ بوفالد والله العظيم إلا قصر عليه. هو صراحة الشوط الأول كان داك الشيء يا سلام فهمتيني؟ هاك ورا، دقيقة 44 45 46 بدا السكر تيطلع. فهمتي كيفاش؟ الشوط الثاني كله سكر كله اعصاب. المقابله كانت شيقه بالنسبه لكرواتيا، كان ماتش قاس، دابا بينا حنايا نقطه، الماتش الجاي ان شاء الله بنا نقبضوا ديك كندا وبنا نعطيوها على باباها، وبنا ندوز لبلجيكا بنا نجيبوا معها تعادل وبنا ندوزوا وديما كوكب. Yeah.